الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأخياره ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء يا الله فقعد كهنا أترى درقن سنة مالت من مالت اندهونا نالا إذا بتكتاتا يتمهر توست سنة الله سبحانه وتعالى كتابنا دهم نبي صلى الله عليه وسلم لنكتل يعزز بنين يهونو أنا كزوجنا إذا توجد نستولى لن كقرآن هناك حديث كسلف الصالح من قد نستولى لن ثم بميقت له كفل يا الله فقد كهونا بدعة من دنو مبتدع مبالو تنمان ناتشو يميلو تنبسفي إنها لا فذا بحالا يا الله فقد كهونا دقمو عند سو مبتدع يهونا دهونا لكركر كمتا سن مكراكر يبقى الوي لمكراكر من أين تبس من قد وجد مهيد اللبن من مسفرتو جن مموالات اللبن يميلون إنها لا شكت لي الله فقد كهنة بدعاء يميان صرفوا يهون عنجوج وأن قنجو راسو تشو نما ناتشو بمالت يبدعاء الرامج عنجوج يتبالوتن وأن انقلات انقلات هاتشون النايلة أن السلمة تبك عند النجل الله سبحانه وتعالى يفقدون يهل نما مرة لهم بإذن الله كنيقر هنا سنة مالت من مالتنا سنة بقوان قادر رجاء طريق مالتنا من قد مالتنا لكن علماء اللغة يتلايو بهون كفلو يتكففلو بمن سنة يميبالو من قد نوبلن سنل ملكامون من قد مدفون من قد عند لا يزال ويس عندون ملكامون من قد بيتشا يميزو يهوننو سنة بلن من لو بميلو لي تخل الإمام الأزهري من مالت ماله سنة بلو مالت هي طريقة محمودة مستقيمة مسجون يهونج كتن يا يهونج من قد بلو مالت وسنة بلو مالت لهذا يقال لأهل السنة أهل السنة لأهل السنة وش أهل السنة ميبالو تلزه نواله ابن المنظور متى أن مناله سنة بلو مالت هي طريقة حسنة أو قبيحة ما الكامم يهون مدفو يهون منقد سنة يبالا البلوع والصحيح تككلا يميبالو بقوانق ودرجة السنة طريقة كانت محمودة أو قبيحة هي طريقة ما الكامم يهون مدفو يهون منقد سنة يبالا بسنة يعني بلغة درجة لكن إمام الأزهري بزه إمام اللغة بزه لا يسكمتو هي قوله لإصطلاح اللغة سايهون يقوان قوى إصطلاح سايهون يقوان قوى ترقوم سايهون يشارع ترقومون أم ياسيزون أما يقوان قوى ترقومون نبي صلى الله عليه وسلم بحديثات شولي استدلال أدرقان ما يتنشلال نبي صلى الله عليه وسلم قالوا من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عبنا بها ملكام يهونن تكبار يتكبر ملكام يهونن من قد يكدد يهون سو لذي سويه ليلام يسو يسرون من قد يمنقدون قزو يملكامون قزو من دم ياقينيال اندقنا بزات يكتلو ليلوش يسروتن مسرا ملكام سرا من قد ياقينيال ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها عندهم دقمو مدفو يهونن من قد يكدد يهون سويه لسو يمدفو واقا يكفروا على اندقنا كنسو تكتلو مدفون يميسروا سووشن ينرسون مواقا جمرا اندلا ياقين يلعب لذلك من النلالن سنة بلن من نلو ملكام يهون مدفو يهون من قد كهون سنة يبالا لكن مدفونا ملكام يهون بلن سنل ود من استقتن إضافة يسفل لكوال ودعا الله إنا ودعا رسول صلى الله عليه وسلم يتتقى كهونا سنة من النلوالن سنة حسنة يبالا
عندهم دقمو ودفت ورانو جتت أقا كهونا سنة من البالال سنة سيئة ويمقبحة تبلو يترحل ودي الله أنه ودي رسول صلى الله عليه وسلم يتلقى لمسالنة سنة الله التي قد خلت من قبله ولن تجد لسنة الله تبديلا إلى له هي ودي الله سبحانه وتعالى يتتقعنا أما قن ودي السوس يتقعنا من قبيحه نبي صلى الله عليه وسلم بحديثات شولي منالو لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع سنزر بسنزر كوتي بكوتي كند بكند تكتات تلالا شوال كنا أنت بفيتي ينبروا يهون سووش من قدر صحابوش قالوا فمن اليهود والنصارى سيلاتشو يهود النا نصارى وش ناتشو يا نبي الله بلوسيد أيوك أتشو إذن فمن قالوا نبي صلى الله عليه وسلم فمن من يهون يهود النا كنصارى وشبلوا لذلك كلفتران ستقى سنة إضافة ودفتران ستدرق قبيح يهون عندهم دقمو ودى الله النا ودى نبي صلى الله عليه وسلم بمتقى سعد دقمو من يهون يعني صحيح هنا المعتبر. أما اصطلاح باصطلاح درجة سنة بلو مالت يتلاقيو ترقامي وتشالو وحديث وتشلاي يراسو نيشالة ترقامي وتشالو فقهاء وتشلاي يراسو ترقامي علو أصلي وتشلاي يراسو هنا ترقامي علو أهل العقيدة لا يدقمو عقيدة لا يبمن متأسع الدمو يزن ساعات ليلة ترقامي علو محدث وتشلاي هو ما أقر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو صفة خلقية أو خلقية أو صيرة سواء كانت قبل النبوة أو بعدها يا نبي صلى الله عليه وسلم قالات شوم لهوني شلال درقيتات شوم لهوني شلال عندهم دقمو قدس بحريات شوم لهوني شلال تفتراويم يهون يا بحريات شوم ويم دقمو يراساتشو يلاي قصفاتشو لهون يشلال وينم دقمو كمسلمات ودى النبي النذ كمسلت أتاتشو بفيت ميال ليهون نبي النذ كتسلت وهلا يهلاتشو ما ننت باتك علي سنة بلو يترى ليه محدث وچقا يهلو ترقوامين أصول يوچلاي كزه تنش ليت له موافقات لي دسفروا جزء الرابع أردت أن يوقز لي ما جاء منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم على خصوص ما لم ينص على الكتاب العزيز إنما نص عليه من جهة كان بيانا جماعا جماعا في الكتاب أولا إلى الله أصولي يجلي ما هو منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم على الخصوص كنبي صلى الله عليه وسلم نقل يتدرج يهونا نقر بهتك على من دنو يلالو النسوغر بنص بنص كحادثات شو قطتها نقل يتدرج يهونا نقر إيهي من يبالال سنة تبلو يترالي لالو عصولي يتزند مالتنا فقهاء يتزند تطلق ما يقابل الواجب كواجب تقاراني يهونا متى تكمد على فقهاء يتزند لمسالي سنة بلو كالو إذا فعلها يؤجر وإذا لم يفعلها لم يؤثم يعني كسرة يمين من الدبت كسرة يما يكتبت يهونا نقر فقهوة جزند أما واجب كتب عليه سويه كسرة يمين كتبت كسرة ودقمه يمين من الدبت يهونا نقر يزه تقاراني واجب تقاراني أدرقو يزو تحل وكذلك يطلق عند أهل العقيدة أهل العقيدة قار دقمو بعقيدة تمهرتو تشلاي دقمو ما يقابل البدعة تدرقو لكمت إجلال ما هو شاطبي من الالو ويطلق في مقابل البدعة فيقال فلان على السنة إذا عمل على وفق ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقال فلان على البدعة إذا عمل خلاف ذلك إمام الشاطبي من الألو يا بدعة قاراني تدرقى سنة سبال يا بدعة قاراني تدرقو لك أما تشلال لمسالي يهون سو سنان يسران دهون يا سنة سران يسران دهون يا زهن ساعات أكالي أهل السنة تبلو يسيمال عندهم دقمو يا بدعة سراسي سرا كتغني أكالي أهل البدعة تبلو
يترال بندز حينت تسمية لسيم يشلال إلى الله. جامع العلوم والحكم لي ابن رجب رحمة الله عليه من إلى الله: السنة هي طريقة مسلوكة فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. سنة بلو مالت هي طريقة مسلوكة يمن قوازبتي هونج من قرسي هون، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بنبروت نقر باتك علي يا كاتتا ينسون باتك علي هل من هاتشون ميازن يا كاتتا نوالو هي وخلفاء الراشدون عندهم دقمو يساتشو بالدرباوش ملكامي هونو قن تتكي يتبالوت عراتو تتكي وشو عمر عثمان علي أبو بكر نزه باتك علي النسون ينسون منقد يكاتتان من الاعتقادات والأعمال والأقوال كنقدر لهون يشلال كتقبر لهون يشلال كلب بمنا من بثك أمنة عنصار لهون يشلال هي باتك علي نبي صلى الله عليه وسلم يلبتنا نزاك أن يهون مريوج سيهد بثي نبرا منقد باتك علي من النلوالن سنة النلوالن. وهذه هي السنة الكاملة إيه مولو يهونا سنة بلن من لو إيه نويل الله. ولهذا كان السلف سلزه تهدى سلف وشنبرو لا يطلقون السنة إلا على ما يشمل ذلك كله إيه ننهل لم يكاتت نبي صلى الله عليه وسلم عندهم ملكام تتكي وشاتشون باتك علي كنقرم يهون كتقبارم كما ننتهاتشون باتك علي ينسون ما ننتيزو مهيدا بتملكتنا وانجي عنده عندون كعندون نتعطلو بمهيد لي بالزهلين بالزهلين عيسر هي هلون يكاتت بهننا هي نن يكاتت عندهن فلان أهل السنة بلو سيت أروت يستوالا للا الزهقا من دنو مفلقو إنما يقصد بها المعنى وهو شمولها للدين دين يمبالو النقر يمفلق بات سلزي يعقيدا كتاب وشلا يقبته سنة يملكا قنيه يده ليلا بوتا اندات تفلق مقابل البدع عنه لغوين ومنام بله اندات تفلق الزهقة عقيدة كتاب لي سنة يميبال نقر كتاقين يميفلقه من دنو عندنا عند نقر نو دين نو ميفلقه هي دين يلو مالتنا سنة يلو كتاب دين يلو مالتنا كسنة فنقطع المالت بدع لي وتقال بلو مالتنا لذلك انتباه ياسفل قال هنا من هم الأهل السنة تادي أهل السنة تبلو مبالوت إنما الناجم أهل السنة بلو مبالوت ما ندهونه ابن حزم ينقرون ابن حزم الفصل والملل في الأهواء والنحل يتبالى أسقر رمي هنا كتاب الناجم صوص المجلد بالطعم متأفد كتاب يقول الزالي من إلى اللو ولتين يوجوز إلي ولما تو سبع عند صفحة لي تاقين يتلاتشو وأهل السنة إلى اللو أهل السنة بلو مالت الذين نذكرهم نيا يمنا وساتشو يهونو هم الحق تككلا نيا أونتا نيا يهونو تنسوناتشو ومن عداهم فأهل البدع كالنسو النسون تألاتها درقو النسون يتواتشو ويمدقمو كالنسو يالباتك علي أهل البدع يميبالباتشو أهل السنة وش فإنهم الصحابة رضي الله عنهم النسو صحاباناتشو النبي صلى الله عليه وسلم صحابوشناتشو وكل من سلك نهجهم هلو ينسون من قد يتكتل باتك علي أهل السنة إبالال من خيار التابعين كتللك تابعوش شمر ثم أصحاب الحديث كزام يا حديث مهورانوش يا حديث بلدرباوش باتك علي ومن تبعهم من الفقهاء جيلا فجيلا كتولد تولد يتورارس فقهاء وشن شمر يالوت باتك علي النزف باتك علي إلى يومنا هذا سكزاري وكان تندرس يالو باتك علي من يبالالو أهل السنة يبالالو ومن اقتدى بهم من العوام انتبهوا ومن اقتدى بهم من العوام كتروا محبرس بأن السنة يتكتل أتشو باتك علي من يبالال أهل السنة يبالال أهل السنة بس يبال تللق صحابوش تابعوك تللق تابعوك محدثوك الناس بتشارلو إيه ترى ويهوانا مسلم باتك علي أهل السنة يبالل لمن النرسون تكتل النرسون كتكتل أهل السنة كالنرسو تقار نرسي متعقن عوقو أوقاتون أدابر وسيابك عن النرسون سيخالف إذن ساعة من يبالل كمن قد يوطال سمون النايم ولن حال علي مالتنا إيه ابن حزم يسقمت أبتنا ابن تيمية رحمة الله عليه مجموع الفتاوى سوستين يوم مجلد سوستمتو سبعا مستلي بدن بتعريف يدرقوات شوال
هم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل السنة بلو مالت النرسو يا الله كتاب قد أدرقوا يا زبا الله كتاب يمدان يا الله كتاب من لبسوا يهونوا عندهم يا نبي صلى الله عليه وسلم بكران شات إرساتشو سنتشو يا زبا يهونوا ناتشو. وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار كأنصار كمهاجر والصحاب وشباتك علي يتسمى مبت يهونوا النتب ارتفع أدرقوا يميزوا ناتشو والأنصار والذين تبعوهم بإحسان كنرسوم قاردقمو بملكة من نرسون يتكتلوا هاتشون باتك علي يمكتلوا يهون ناتشو نزه ناتشو أهل السنة. طيب بليل أبو تالي من يلالو فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة. عند سوى شراس متاتي ذاتوال ابن تيمية ابن القيم سبال هود قرطتي ذاتوال نزه أهل البدع بدعا كت كت تادرقو سبر برا درقو سلت قالو ابن تيمية سيبال يا قرش عند شيطان يدرقاتش مناظرات النادرق أحباش وش له هو قرطتني هذا يعني ابن تيمية ميبال يما جمبره كافر بلو نص ميامة أمبة النص له لأنه اندال هي بدع كتابه كفريات حتى كراسات كقرآن كحديث زلو هدو يفلسفة كتابه راسو عن كتاكتو يا يهودنا يمنا من كتابه باتك عليك قطعة درقوية على جقنا رحمه الله الله يجنة يدرق الله بجنة ينال من نقنن الله يدرق لك السوق. نعم يقول فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة. قرآن دزهالة نبي صلى الله عليه وسلم دزهالة إجماع الصحابة بالزهلة إنو عقل هذا الرقوت بلو يجمع الصحابة قول يوسد سو إيه سوية من النلوالن أهل السنة بلن النلوالن. إمام السعدي رحمة الله عليه صاحب تفسير تيسير الكريم الرحمن من إلى اللو فتاوى تشولي فأهل السنة المحضة السالمون من البدع أهل السنة الرت يالوت أهل السنة بلو مالت نرسو السالمون من البدع كبدع نزع يهون ناتشوال المتمسكون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أصول كلها. نبي صلى الله عليه وسلم نبال دربو تشاتشو ياللبتن يهون من قد باتك على يميزو ناتشو مسرتاوي بمبالو مروه تشلاي باتك علي نبي صلى الله عليه وسلم نبال درباتشو يتقوازو بتن من قد يميكتلو يهون ناتشو نزه ناتشو أهل السنة أصول التوحيد والرسالة يتوحيد مسرتاوي مروه أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إحنن وانو الرسالة يميزو والقدر ومسائل الإيمان سلا قدر سلا إيمان مسألة وشبتك علي نبي صلى الله عليه وسلم يلبتنا صحابه يسمى مبت ينبر مبت عندما الله سبحانه وتعالى بقرآن يسفر ويهون عقيدة نشر يدرق من يبلالو نزه أحل السنة وش بلن نتأرات شوالاني لالو كزه وشي وغيرهم من الخوارج والمعتزلة والجهمية والقدرية والرافضة والمرجعة ومن تفرع عنهم كلهم من أهل البدع الاعتقادات لهم كالناس وجهي الله جهمية مهن مرجعة مهن قدرية مهن رافضة مهن خوارج مهن هلهم باتك علي النرسم كالناس يتقدد يهون وعكالاتك باتك علي من دناتشو أهل البدع بلا نتقراتشو هلن لهم. لذلك كذه لي سبسب من نادر قو كعلماء وش قول لي سبسب بادر قن من ناقين يوم اللشان أهل السنة بلن من لاتشو مجمرة النبي صلى الله عليه وسلم صحابج النرسون يتكتلاتشو النرسون دقمو بملكام يتكتلاتشو باتك علي من يبالالو أهل السنة يبالالو بهولة تنيا درجة أهل السنة بلن من لاتشو النرسو بقرآن الناب حديث عندهم بإجماع السلف تكتلوا يميهدود كصحابوش كتابعوش تكتلوا يميمطو عوام العمان تشمر عندهم النيالن عندهم دقمو ويدخلوا فيه عوام المسلمين باتك علي الزهوس ترى يهون يمسلمو كفلوس باتك علي الزهلين دمي كاتتم النيالن مالتنو ويخرج عنها كل من خالف عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قرآن لنا سنة عندهم دقمو صحابوش لنا إجماعين يخالف باتك علي أهل السنة كملوا مرحلة
عندما يوطع النالن ولا يدخل الرجل بأنه منهم إلا بعد تقرير أصولهم علما وأملا بالبراءة من كل أصحاب الهواء والبدع عند الزهدقم عند سو أهل السنة تبلو لما اترات من مهن اللبت قديتا كقرآن أنك حديث تكتاي بقال ميهن بتقبار ميهن بسرو قرآن أن حديثا يمكتل صحابه يمكتل إجماعا يمكتل مهن اللبت كزه وجه كالو كبدع عن جوج باتك علي راس النسعة ما أدرك اللبت يزهن ساعات من نلالن أهل السنة بلن انت أروالن مالتن هنا نتوقف قليلا نقول هل لهم لقب يسمون به أهل السنة يمي بالوت كفلوج يراساتشو متأريا يقل متأريا علاتشو انتبهوا يا راعكم الله يوم متو قدرية يوم متو مرجع تلانتنا يمتو أحباشو تشنكوان بقلت إني أحباشو تشنن بلو ستارو متوال عند الزهوبة اللفلت اجتماع درقو سبسبا روسيا عليه يتسبسبوت ما تريدية شاعرية وغيرهم باتك على يتسبسبو أهل سنة مالت إني أنن بلو تنستوان لراساتشو إني شعو تشنن إنيا ما تريد ياوشن إنيا شاعراشن إنيا صوفي ياوشن إن إنيا أحباشوشن إيالو سما تشون راسا تشون الطفال أهل السنة سما لا تشوي أهل السنة الله سبحانه وتعالى كتراتشو نبي صلى الله عليه وسلم كتراتشو عندهم دقمو ودى سنة نا ودى قرآن إنجي انتساب يميا درقوت وده بوليتيكا بارتي وده درقيد حتشو وده الزي من نقر انتصاب عيدركو لذلك كالزي ويتش يميمتو يهونو عكالاتو چين باتك علي رد تسطو باتشوال لنرى إمام مالك رحمة الله عليه من إلى انتقاء بتسنيو كتاب لي سدستينيو صفحة ثلاثة مستلي من إلى أهل السنة ليس لهم لقب يعرفون به أهل السنة بلو مبالوت عن جوج يميتا وقبت يهونا يمت أريك أسل سم مبال نقر يلا تشوم لا جهمي ولا فرقندي ولا رافضي جهمي يمبال فرقندي يمبال ولا رافضي يمبال متر يمبال سم يلا تشوم أهل السنة أهل السنة نسو متروت ودى سنة تكتاشتو نونجي حدس قد إياسم لينورات شو أي شلم ابن عباس رضي الله عنه الإبانة الصغرى لي تاقين يتعلاتشو اجيك بتعام يميقر من اقرار لاتشو من أقر باسم من هذه الأسماء المحدثة فألحقه بأي دين شئت له الديسك بمتقره هين يوم صفي ياسي لك تقبل كو هين يوم صفي فرقدي ياسي لك تقبل كو هين يوم شيعي ياسي لك تقبل هين يوم دزي عند اسم كالتفل له أهو ندمي لتفوت معلتنا أهل السنة له إيمان لي إن إيمان قول وعمل قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصيان لأهل السنة والجماعة إيمان بنققر بتقبر بلب بأمنت عندهم دقمة يميك أمرنا يميك أنس يهونا نقر نوبل النلال لكن قن إحنا نيك أمرنا يك أنس أسلا نزي شعوش من يلالو نقصانية في لو يلالو الله سبحانه وتعالى لراسو ياتعنون عصمو بلن سلم من نلاتشو أثبتوا لله ما أثبت لنفسي بلن سلم نلاتشو مشبهة وش بلو يلالو وكذلك غيرهم إن شاء الله نمت أبت هلن بتفصيل اندزه زاري صوفيا وش اندميلوت ماسن وهابيا اندميلوت ايه باتك علي قتل يهون اسم أهل السنة والجماعة عاقوت بيتن يوم بنزه متاري علي سيتارو الشبلة سمته يتقبل كندهون يتقبلون كفل لالو عبد الله بن عباس بفلقوا دين سددو سفلق يهودي بلو سفلق نصارى بلو قدي اللو بل إلى قول لي من إلى اللو فادعوا الله المسلمين
النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الشولي حارث الأشعري مرفوع بهنا حديث الشولي فادعوا المسلمين بأسمائهم الله سبحانه وتعالى بتراتشو بهنا متاريا مسلموشن تراتشو إيه متاريا من دنو المسلمين المؤمنين عباد الله مسلموش مؤمنوش يا الله باريوش بلو الله سبحانه وتعالى ترتاتشوال بزه متاريا سم تراتشو لالو مسند إمام أحمد لي يتذكر حديث سيهون الباني رحمة الله عليه صحيح بلو أسكمت أوتال كذب من نسات شيخ الإسلام ابن تيمية مجموع لي والله تعالى قد سمان الله المسلمين المؤمنين عباد الله الله سبحانه وتعالى مسلموش مؤمنوش يا الله باروش برو سيمنا فلا نعدل عن الأسماء التي سمان الله بها إلى أسماء أحدثتها قوم الله سبحانه وتعالى كتأرن متأريلك ليلو سويت ودت أرون متأريوش بفزهم ودزا عن الشجاجرم هي ما أنزل الله بها من سلطان الله سبحانه وتعالى بزهلا من المرجاء على وردبتم بلا ولالو بكر بن أبو زيد رحمة الله عليه نيلالو أهل الإسلام إسلام بتسوج ليس لهم سمة يتسمون بها سوى الإسلام والسلام لالو الإسلام سوتش إسلام بتسوتش يميت الربة يهونا متاريا يمي قلت أبة يهونا ما قلتش إلا توم متاريا كتتارو مسلم وشرمي بالوت ما قلتش أكو هنا يا سلام بتسوتش رمي بالوت كزهوش ليلا متاريا إلا توم ملالو سلزة يا طالب العلم بارك الله فيك وفي علمك اطلب العلم واطلب العمل أنت أوكتن فلاقي يهون كتمار هوي الله بانتم بمتفلقهم أوكت لاي بركان يستهن أوكتن فلق عندهم دقمو تقبارن فلق وادعوا إلى الله تعالى على طريق السلف سلفوش بتتقرب منقد ودع الله سبحانه وتعالى تتارى ولا تكن خراجا ولاجا يمي وطعنا يمي قبا يهون سو في الجماعة بجماعة وسط بزنيا وجماعية قبا بزنيا ويوتا بزان دزاي هنا يمين ورسو عادتهن اندزي هاينة نقر اي قباهم فتخرج الى القوالب الضيقة من الاسلام كاسلم الناوته تأبا وده هنا قرقادوس قبته الزاوس عادتن تلتل ما يهون بوتالي بلو يستنك قالو الله سبحانه وتعالى باسلام وسط نورا باسلام لا يمن نموت الله يدرقن قلت أبا هرياتشنن يا مسلم قد صباحري من النتاجنن بسنة لينا بكتاب لي من النور بالزام لي من نموت الله يدرقن يسلف وچن من قرتك التاوش الله يدرقن بكتاي يا سنة مياز يلون فضلنا بسنة مياز لي يميان قساكسو يميان نساسو يهونو يا قرآننا يا حديثنا قروتشن نالن يا الله فقدك هنا إلى لقاء آخر أستودعكم الله الذي لا تديع وداعيه وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.